ركن الدين محمد. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. بارك الله فيك. أخونا هشام. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصيت. حلو الوقف، جميل الوقف. ولله ما في السماوات وما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. الله الله. وكان الله على ذلك قديرا. لا شك. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. بارك الله فيك. أخونا سلطان أحمد طلال. أنت؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا مقاومين قوامين بالقسط وشاهد الله لو شهداء لله ولو. طب شو رأيك تقرأ لنا الفاتحة؟ قرأ لنا الفاتحة أحسن. قرأ لنا الفاتحة حبيبي، صعب عليك هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. الدين حبيبي مو التين. الدين لا، التين هداك بتاكله بعدين. الآن مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أيوة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. الله يرضى عليك. بارك الله بسلطان. الأخ محمود عبد المنعم عبده را. طيب عبد الرحمن محمد السيد. يلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإن يكن غنيا أو فقيرا فلله فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا انظروا إليها أيها الإخوة يعني هذه كلنا نستصعبها هذه الكلمة وإن تلووا يعني تاء مفتوحة لام ساكنة ثم بعدها واو مضمومة ثم بعدين واو ساكنة تلووا قولوا ورائي كلكم تلووا وإن تلووا أو تعرضوا مرة ثانية وإن تلووا أو تعرضوا تمام يا فإن الله وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله فيك سيف أحمد. إن الذين آمنوا ثم كفروا عيد من أول. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا كفرا لم يكن. طبعا مين مثل أخوك؟ يلا قرأنا الفاتحة نشوف. يلا يلا حبيبي يلا. الحمد لله رب العالمين. أول باسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. عبد الرحمن أبو زيد وينه؟ مين عبد الرحمن أبو زيد؟ أنت؟ آه طيب يلا. ارفع إيدك قول أنا عم ندور وأنت يا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيره في حديث غيره إن الله إنكم إذا إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والدك موجود هون في المجلس؟ فينه؟ قرأت أنت؟ الله يبارك لك فيه إن شاء الله. عبد الله محمد السيد قرأ اليوم. مين عبد الله؟ أول ولا آخر. شو رأيكم نعمل الدرس هيك؟ تعال يا ابني اقعد هون. لك مو أنت كنت جلست هون يا ولدي؟ ألو، مو جلست هنا أنت بالأول؟ بعدين قلت لك تعال اجلس هنا؟ وين رحت لهون؟ يلا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن. قرأ لنا الفاتحة حبيبي، قرأ لنا الفاتحة. يلا أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله محمد السيد، مبروك. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بارك الله فيك محمد الحمادي. أخونا محمد موجود؟
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بارك الله فيك. أستاذ فريد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيك. محمد خالد والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بارك الله فيك. محمد محمود أحمد قرأ اليوم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما كافي كافي حبيبي كافي. بالنسبة للآية الكريمة وقولهم أي اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله هل كانوا يعتقدون أنه رسول الله؟ أنا أسأل هل كانوا يعتقدون أنه رسول الله؟ لو كانوا يعتقدون أنه رسول الله لآمنوا به أليس كذلك؟ فإما أنهم قالوها على سبيل السخرية والاستهزاء انتبهنا؟ وقولهم إنا قتلنا المسيح هن بيعرفوا عيسى بن مريم هذا اللي بيعرفوا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله يعني الذي يزعم ويدعي أنه رسول الله انتبهنا فقالوها على سبيل السخرية والاستهزاء هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أن يكون كلامهم قد انتهى عند ابن مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ثم وبخهم الله عز وجل بقوله الآن صار المتكلم هو الله عز وجل رسول الله هذا اسم منصوب على التوبيخ يعني قتلتم رسول الله وصلت فيكم الجرأة أن تقتلوا رسول الله فبيصير هذا منصوب على إيه؟ على التوبيخ ثم قال الله وما قتلوه هو اقرأوا خلفي الوجهين وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم والوجه الثاني وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وضح عمر أحمد عبد البر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما على طول عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر ما في وقف والمؤمنون والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. طيب انتبه للغنى عم تضغط عليها زيادة سنؤتيهم أجرا عظيما على طول ما تهم أجرا ليس الغن هكذا الغن له أمكنة عليك أن تدرس قواعد علم التجويد لتعلم متى تغن ومتى لا تغن كما قلنا فوق على أحد الوجهين رسول الله منصوب على التوبيخ عرفتوا شو معنات منصوب على التوبيخ يعني أقتلتم رسول الله مفعول به لفعل محذوف تقديره أقتلتم رسول الله أيضا هنا والمقيمين الصلاة الآية الأخيرة التي قرأها أخونا والمقيمين منصوبة ما الذي نصبها أيوة على المدح أو على الاختصاص يعني وأمدح المقيمين الصلاة إما نقول اسم منصوب على المدح أو نقول على الاختصاص والمقيمين الصلاة فتأتي بها لوحدها هكذا ثم تقول والمؤتون المؤتون بالواو والنون مبتدأ والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر إيه أولئك سنؤتيهم فجملة أولئك سنؤتيهم في محل رفع خبر علي حمزة جوهر يلا يا علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما بارك الله فيك يا علي كم تحفظ من القرآن؟ القرآن كامل ما شاء الله الله يرضى عليك أعطي جارك لكن الله يشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزل هو جل أنزل فعل ماضي والفاعل هو الله لكن الله يشهد بما شو لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون
وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بارك الله فيك. طيب نقف على أول الصفحة 105 والآية 171 ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.